لذا عليكم مواصلة البحث. يأكل الحبار الكوري الفواكه والنباتات، ورغم أن اسمه بالإنجليزية يعني الطائر الذي يسير، ومعظم هذه الطيور لا تطير، إلا أن الكوري يستطيع الطيران، وهو من أثقل الطيور في العالم. لكن الحيوان السري لا يطير. هناك طير إفريقي لا يطير. النعامة أضخم الطيور في العالم، وهي أيضا من الطيور القليلة التي لا تطير. على الرغم من ذلك، تستطيع النعامة الجري بسرعة كبيرة تصل إلى 50 كيلومترا في الساعة، وتتميز بقوة الإبصار أيضا. طيور النعام غريبة أيضا، لأنها تساعد في الاعتناء ببيوض بعضها البعض. سبحان الله. كان ريش النعام في مصر القديمة يعتبر رمزا للعدل. قد تكون نعامة غريبة، لكنها ليست حيوانا سري. تذكروا أن الحيوان السري يحتاج إلى الماء في حياته. إذا كان الحيوان السري لا يطير،